بونسوار، يا أحلى عالم. اليوم رح نعمل دجاج بالبطاطا. دجاج وبطاطا على الطريقة اليونانية. رح نحتاج للدجاج والبطاطا على الطريقة اليونانية لا يا أما دجاج كبيرة يا أما دجاجتين صغار مثل ما عندي أنا هون. أنا عندي هون 7 بطاطا قطعتهم هيك، فيكن تقطعون مدورين حسب الرغبة. كباية زيت زيتون، ليمون مقطعة قسمين يلي هي حامض، شوية بهار أسود، 11 حص ثوم مفرومين، ملعقتين كبار أوريغانو، حامضتين معصورين بيطلعوا أقل من نص كباية، وأكيد ملح. شو رح أعمل عندي هون أنا بالجاد؟ رح جيب كل المكونات اللي عندي هوني مثل الزيت، بهار أسود، ثوم مفروم ليعطي نكهة، أوريغانو، حامض أو ليمون منقله حامض بلبنان، ورح نحط ملح حسب الرغبة. اوكي رح نخلطهم مع بعض، ما في اسهل منها هيدي الاكلة وما في اطيب منها، سهلة جدا. هلا بتاخد معكم تقريبا 3 ساعات بالفرن، بس التحضير مش يخلصنا. Very easy. خلطناه هون. شو رح نعمل هلا؟ رح نجيب عنا جاد، اوكي نحط البطاطا بقلبهم، ونحط نص المواد اللي عندي هون، الكمية اللي عندي نصها من المكونات اللي قلت لكم عنها، واخلط فيها البطاطا. هلا بحط نص الكمية اللي عندي هون وبخلطهم. عندي صينية هون حضرتها، واكيد بتكونوا مولعين الفرن على اعلى درجة حرارة ليحمى. حط عندي البطاطا بالكعب، كعب الصينية، حط معهم الحامضة يلي قصيتها نصين. هلا الخطوة الثانية السهلة، رح جيب الدجاج حطه بنفس الجاد وحط له نفس المواد، نص الكمية الباقية اللي عندي، وبتبلن. قسمتن انا على صينيتين لانه حسيت انه الكمية كتير كبيرة على صينية واحدة. بضيف الباقي اللي عندي من الصوص يلي بقيت تبلت فيها، وهيك تمام. شو راح جيب انا؟ الالومنيوم فويل، وغلفهم غطيهم وحطهم بالفرن لمدة 3 ساعات تقريبا، وبرجع لكم اول ما اخلص. وهيك خلصت معنا صينية الدجاج والبطاطا على الطريقة اليونانية. اخذت معي تقريبا بالفرن يلي على الكهرباء 3 ساعات ونص. اول شي حطيتها على النار على 150 درجة وحطيت عليها الومنيوم فويل، وبعدين بعد شي ساعتين شلت الالومنيوم فويل وتركتها تتحمر. صحتين وهنا.